انذاك والدباب كان خارج الوطن، فيصل الدباب لما دخل فيصل الدباب شهر جوج تم اعتقاله في المطار، وذهبوا بالدواء للمواجهة مع عبد المدعو زعيريطة اللي بعدا في القانون المغربي واحد الانسان ضامن محكوم شهادته غير مقبول. هذه في كل الاحكام في المغرب، ولكن يمكن لي ان اؤكد انه في محاكم فاس هناك قوانين استثنائيه مع كامل الاسف، مع اشخاص استثنائيين مع كامل الاسف. اذا اخي غير مقبول، انا شاري من عنده، دخل شباطي اخي انا شاري من عنده المخدرات، من عند ولده، واش دخلوا في هذا الشيء هذا؟ اللي كيربني انا مجرم، باش عرفني انا مجرم؟ باش عرفني انا مجرم انا هذا الشباط هذا؟ باش عرفني مجرم؟ انا ثمرني رب عائله وبنى عندي، انا اذا كنت مجرم يمشي يديروا عليا بحث يشوفوني واش مجرم ولا هذا. راه الحمد لله راه كاين هذا يديروا بحث يشوفوني انا واش مجرم. ما يهضر يجبدني يقول لك انا مجرم، باش انا مجرم؟ انا عندي رب اسره وقلب وشوف وليداتي واش انا هذا. انا باغي اخويا نعيش، باغي نعيش كريم ونربي وليداتي. انا ما باغي حتى حاجه من الدنيا هذه. انا كبرت يتيم وكبرت هذا وباغي نربي وليداتي، ما بغيتش وليداتي تكرفصوا بحالي. حيت انا خلقت يتيم وتكرفصت، ما بغيتش وليداتي تكرفصوا. انا هذه الامنيه ديالي، خصني غير نقري وليداتي ونوصلهم يقراوا ان شاء الله ويخدموا بلادهم حتى هما. بغيت نعطيك سؤال اخر، يعني كيفك يا اخي؟ كيفك يا اخي اللي كيقول لك انا مجرم؟ كيفك يا اخي؟ انا القار وما عمر ولادي كيعرفوني كان كميه. قوت انا انسان، انا راني انسان يا اخي، يديروا بحث عليا الا كنت انا قبيح ولا مجرم، نستاهل اي عقوبه، يديروا بحث ويشوفوا هو، يديروا بحث عليه ويشوفوا هو. نعم. بالنسبه لنا ودا غادي نستدلوا بالقانون وغادي نجيو في الحيتيات. لما كانت المواجهه ما بين فيصل الدباب وما بين زعيريطة، التاريخ اللي عطى زعيريطة فوق شباع فوق الشرع من نوفل ومن فيصل الدباب، كان الدباب خارج المغرب. اذا نودي علي بالهاتف قال لي اذا هذا الملف احنا انتهينا منه، هذا السيد فيصل الدباب كان خارج الوطن. نتبلغ المحامي ديالو، ولكن تنتفاجئوا يوم الغد نقدموه. شوف يا اخي، انا قلت لهم الوقت، انا الوقت بالضبط انا اللي قلت لهم، راني ماشي هو هذاك، انا الوقت ماشي، قلت لهم الوقت، قالوا لي شحال تقدر الوقت؟ ما بابا شريتي من عند ولد باب وهذا، عطيتهم ما بين هذا، قلت لهم انا راني كل مره معاك من كنشري، عطيتهم قلت لهم ما بين شهر شهر ونص. وهذا ولد باب يا اخي عنده باسبور احمر، ناسيوناليتي احمر، كيدخل الباسبور احمر، ولا بغى يطبع الباسبور راه كيمشي يطبعه ويقول دخلت وخرج. انا راه عطيتهم الوقت هو هذاك. هذاك راه عنده من الباسبور لا بغيتي تطبعه راه تطبع كيطبعه غير 140000 ريال. يا اخي يدير لك الدخول الصارخ فوقاش، يدير لك الخروج فوقاش. هذا الشيء هذوك الناس راه مواصلين. يا اخي اللي خرج جوج طن ونص ديال الحشيش من الديوانه بالمغرب حتى لفرنسا. بالله عليك واش غتحرك له يطبع الباسبور؟ راه الناس كتمشي تطبع الباسبور غير 140000 كيعطيه له كيطبعوا له دخل وخرج. هذوك الناس قادين على اي حاجه. يعني واش فعلا تم اخبار واعلام شباط باغلاق الملف وخبروا المحامي ديالك بسبب ان اقوال ديالك ان التاريخ ماشي هو هذاك؟ يا اخي انا كنشكك بك الشيء كامل، هذوك الناس يقدروا يزوروا كل شيء. وبالله عليك يا اخي الطوموبيل قبضوها عند ولده، وانا نديونا انا والو يا اخي ودير لها البلايك مغربيين. هو اكثر من هادشي، هادوك هادوك ماشي غير هادوك، راه والله السلطه وما اكبر سلطه في هاد البلاد هادي. الكلمه ديالهم ما كاينش يا اخي، كيديروا اجرام اللي ما عرف شنو هو، وما كيديهم لحد زعما غير الزوير، طوموبيلات بلا اوراق، كل شيء هذا تحرك لهم يا اخي داك الشيء هذاك. هذاك الشيء بسيط، هذا الشيء اللي كنهضروا عليه، هذا الشيء هذا الاسباب اللي كنا بغاو. طولوا المده مع راساتهم، اتصلوا بيا، اتصلت بالولاية الأمن اللي هي معنية، قال لي ما يمكنش. في الأخير قالوا إذا هذا السي زين العابدين اللي هو رئيس الشرطة القضائية آنذاك بمدينة فاس، يمكن هو صاحب الفعلة، لأن زين العابدين كاين هناك كانت مشاكل حقيقية ما بين عائلة شباط وزين العابدين، وهو
كان دائما ينصت الى بعض الاعضاء وبعض النيابه العامه. لما قامت القيامه والاحتجاجات وقلنا لا بد اننا سناخذ موقف بحال اللي تنقولوا اليوم، لان عمرنا ما كنا نتطرق لها القضاء، عمرنا ما مشينا لشي جلسه ولا دخلنا في الحين انه اذا كان زوير قد ياخذ جزاء. في ذاك ال 24 ساعه تم نقل زين العابدين كرئيس الشرطه القضائيه الى مدينه الجديده. يا اخي زين العابدين براته دخل في هذا الشيء هذا مع خليفه، علاش غيتفاهموا؟ انا زين العابدين براته دخل مع خليفه، علاش خليفه كيقول لي انا ما بغيتش نجر معايا زين العابدين؟ فاش قلت له هذا بدا كيهضر معايا قال لي انا هذا وراه بغيت انا كان هضرتك كان جريت لا زين العابدين ولا بزاف الناس، قال لي ستاد الناس، قال لي انا بغيت انا هذا وما بغيتش نجر ديك الناس، هذاك الشيء علاش ما بغيتش نهضر انا؟ هذا اقوال ديال خليفه هذا، قال لي كان هضرتك كان جريت معايا لا زين العابدين ولا ستاد الناس اخرين معايا. لما فيصل الدباب في التاريخ اللي تيقول كان معنا خرج براءة بعد تحكم هنا بسنة ثم الاستئناف ثم النقد والإبرام، أبطل الحكم لأن ما كاينش هناك قرينة ولأن الضليل ما يمكنش يكون شاهد في واحد الإنسان اللي هو ما كاينش لا علاقة له به. وجا هذا العريضة وتيقول لي أنا فيصل الدباب كان عندي معه غير شي خلاف حول شريت منه شي عجلات لان تيبيع لي بيس دي طاشي، ولهذا انا هذا عمره انا ما عندي ما والو، اما داك الشيء كاننا اصبح السي زعيرطا هو اللي تيدخل هو اللي تيخرج، وهذا ما يمكنش يكون لي وحده. لا ما خرجش براءة يا اخي. ما خرجش براءة يا اخي. انت تراجع تقول انك تراجعتي على الاتهامات ديالك للدباب. لا راني حكموا لي بسنتين. والاستئناف دولوا له سنة والنقد خرجوا مرفوض وراه محكوم بسنة نافذة والنقد مرفوض، هذا راه خصو يجيبوا للسجن يا أخي، النقد راه خرجوا مرفوض، خصو تعتقل ويجيبوا له كل حد. نعم. راه خرجوا النقد راه كانت عنده سنتين في الاستئناف دولوا له سنة وخلوا له سنة نافذة والنقد خرجوا مرفوض. يا أخي الدار ما خلى ما عطى عليه بفلوس. هذوك الناس راه واصل يا اخي واش غنتقدم لهم؟ انا انسان ضعيف انا غير على قدي. انا انسان ضعيف يا اخي راه ضعيف وكلنا ضعفاء تحت الله. هذوك الناس يا اخي ادعوا بالقوه ولكن يا ان الله يمهل ولا يهمل يا اخي، مازال يا ترى العقيده يا اخي. الطغت بزاف شحال من واحد كان كيطغى ولكن في الثاني يا اخي ربي كيهدى، ان الله يمهل ولا يهمل. هذاك ربي زايدو في الطغيان ديالو ويا ترى العقيده. خويا هادشي بزاف يا خويا هادشي بزاف، انا قلت لك يا اخي كنطالب سيدنا يتدخل في هادشي ويديروا بحث، الا كنت انا يا اخي كان هذا انا نستاهل اي اقصى عقوبه الا كنت تنكذب انا على هادشي هذا. يديروا بحث ديالو براسو، الحمد لله راه كلشي تطور وكلشي هذا، يا هادو الدراري ما داروش عليه بحث. وبقاو تدعى يا اخي لانتربول بقى تدعى من المغرب توصل لفرنسا. وقبل منه سافر له في الشابات فرنسا. سافر ورد الامور عاد خرج لاخر رد السلعه. ويديروا بحث واش لقاو له واش لو كان في فرنسا ولا ما كانش في فرنسا. غريب في الامر. انا عاود ولات يقول نوفل واش شخص اخر. شكون هذا الشخص؟ هو الكوميسير الذي اعتقل زعيرطا. وعندو 16 مذكرات بحث على سي زعيرطا. الحكاية لهاد الكوميسير يا أخي جاو لعندي قالوا لي أودي قلت له أنا شي واحد راه أشنو كاين كيبيع الكوكايين أشنو كاين وأشنو كاين وأشنو كاين. جا هو قال لي يا خليفة غيمشي معاك. وعطوني الفلوس شديت من عندهم 100,000 ريال. والسيد جاب طونوبيل يا أخي طونوبيل أودي بريك فرنساوية وسميتو فيصل السيد. وحضر روبو ديال لوتولوت وقفت معايا جوج بريكادات جوج طوموبيلات جوج سيكانزات سيفيل خليفه وواحد الكوميسير واحد اخر انا نجيب لك حتى سميت يا اخي ومشاو معايا فاش براكينا السيد جاب لي السيد الكوكايين باش غادي هذا اخبار الشاب ديال بي في زين العابدين هو اللي مسيفطهم معاك وبالتالي باش مشينا هكا براكات الطوموبيل من القدام والطوموبيل من اللور جات
ثاني ساعه الطريق والسيد هرب وثم غادي هرب الطوموبيل وتابعين الطوموبيلات الله غدا قلت له ما جاها الدار ديالو فجيت عندهم قال لك راه جات الكتيبه ديال الشباب يا اخي دخلت عند زين العابدين وقالت له هذاك السيد راه من العائله ديالي وراه كارو راك عارف الدراري راه ما عندهم عقل وهذا وغا يحمق الطا وهذه جا زين العابدين قال لهم بعدهم لهذاك عطيه الاستيفاء هادشي هذا خليفه هادشي علاش خليفه دابا قال لك ما بغاش يجر معاه هادو قال لي هاد الهضره اخي كاينه الا كنت الا قلت هاد الهضره غادي غنجر معايا حتى الاخرين يا اخي انا في البلاصه اللي تحت هبط عندي هبطوا عندي زين العابدين هبطوا عندي لي كوميسير كيرغبوني كيقولوا لي ما تقولش هاد الهضره هادي انا عييت ما معيط اخي بالهذا والشكوى الله تعالى احنا ضعفاء تحت الله يا اخي ما شكون غيكون هاد ولد الشباب عباشر بحالنا بحالو الناس عياو طراو بزاف في هاد الارض هادي يديروا المشاكل يغتصبوا الفتيات القصيرات يديروا اخي وما كاينش اللي حاسبهم ما عرف اخويا لا اله الا الله لا اله الا الله خي بزاف على هادشي هذا بزاف بزاف يا اخي هادشي هذا راه يا اخي شنقول لك هادشي ما كيفرحش وكيقول لك يا اخي انا هذا مناضل يا اخي يا مناضل مين جاتو اخي مناضل مين جاتو مناضل يا اخي جنان سعيريطا ولا هو النيابه العامه هو قاضي التحقيق هو والاقوال كلها اللي تسجلها ديال من سي زعيريطا يقول انه نوفى الشباط المعروف بترويجه لهذه الماده عند ساكنه فاس وفي العالم وما الى ذلك وما سي زعيريطا قول سي زعيريطا لما تنجيو للشهاده باش غادي نعطي لكم القاضي اعتمد واش انت كانت عندك علاقه مع القضاة او يعني وكلاء الملك اللي حاولوا انهم يورطوا ولد الشباط وكان هناك يعني بعض التسريبات اللي فات ان الناس حصلت على يعني هذه اقوال شباط يقول لك انه الناس عرفت الحكم انه يكون على ولده 3 سنين قبل ما يتنطق به يعني تعرف قبل ما يتنطق به يعني كانت هناك تسريبات يعني شو يعني يا اخي نعم يا اخي انا عرفت راسي غنشد 8 سنين قبل سنين انا عرفت راسي غنشد 8 سنين بالله عليك واش هو غيعرف راسو يا اخي كانوا هذا يا راه هما قالوا له القضيه راه بسيطه ما غيكون حتى حاجه وداو ديك البطاطا قالوا له صافي ما غتكون حتى حاجه المحكمه كلها كانت معايا يا اخي ولا خليك معايا في هذه النقطه هذه يعني كانت المحكمه كلها معاه كيف يعني كيف يعقل ان المحكمه تسمح لراسها وتعطي يعني تعطي 3 سنين وتوقف يا اخي ذا رئيس ذا قاضي نزيه قاضي نزيه حكم بما يبني عليه الضمير ديالو وتلقى ضغوطات يا اخي يا هاد القاضي هذا جا ويقبض وحكم عليه وكما كانوا داروا بحث وداك الشيء ما يحكمش عليه يا اخي هاد القاضي انا كنحيي الشجاعه ديالو تلقى ضغوطات يكفيك هذا المحامي ديالي قال لي المحكمه كلها سالفه يا اخي باش نقول لك انا اذا لك أنا علاش القاضي ما كملش الطريق اخي راك حكم عليه نعم حكم عليه دابا الستينات مازال اذا علاش القاضيه ما في الستينات ما تسرعاتش يعني لك القضاء خدا واحد المجرى صحيح علاش دابا هناك تماطل اخويا تماطل اخويا ماشي من المحكمه تماطل منهم هما كيجيبوا شواهد طبيه ويجيبوا هذا ما حضر ضروري يديروا شي واحد هذا ما حضرش اذا انت تعتقد ضروري ما كيحضرش اذا انت تعتقد ان لك تمت يعني الجلسه يوما ما غيكون الحكم عادل انا عندي شوف عندي يقين بالعداله انا يا العداله ولات مزيه عندي يقين بالعداله وش نقول لك الحمد لله ديك الوقت اللي كان ما بقاش